استاذ محمد، الحقيقه قبل ما اتكلم في اي شيء انا عندي ملحوظه هامه جدا عايزين نتكلم فيها وعايزين نفتحها النهارده مجال للمناقشه بما ان حضراتكم معانا النهارده. ظاهره المعلقين المشجعين، بمعنى ان احنا عندنا مش في مصر بس، الحقيقه انا بتكلم على القاره الافريقيه وكل القنوات اللي احنا بنتفرج عليها، بتلاقي دايما ان المعلق وهو بيعلق على مباراه، هل من المفترض ان هو يكون محايد ولا الاول نبدا بالسؤال ده، هل المفترض ان هو يكون محايد ولا ممكن جدا ان هو يكون مايل مع نادي على حساب نادي اخر؟ لا، في مسابقات الانديه والدوريات المحليه طبيعي جدا ولازم ولا بد ان يكون محايد. ما ينفعش يكون ان هو بيميل لطرف ناحيه طرف، حتى ولو كان معروف بانتمائه لابد في اللحظه دي ان يكون في النص. يعني زي احنا مثلا في الاعلاميين او كصحفيين، اي حد فينا منتمي طبعا. واي، بص انا بعتبر اللي مش منتمي ما ينفعش يشتغل في الرياضه خالص، ولا يشتغل في النقد الرياضي، ولا يشتغل في التعليق، ولا يشتغل في التحليل. مستحيل، هتجيب منين؟ ما انت ما عندكش اساسا يعني. فهو عنده، لكن لما تمسك ميكروفون وتتكلم او تمسك قلم وتكتب او لما تقعد قدام الشاشه لابد ان تكون في منطقه الوسط بين كل الاطراف، خصوصا لما تكون بتعلق. انت بتعلق للاهلاوي وللزمالكاوي والاسماعيلاوي والاتحاداوي والمحلاوي وكل الانديه، فلا بد ان يكون محايد. ده يعني ده هدف رئيسي المفروض كل واحد يحطه في ودنه. لكن للاسف الشديد عندنا بقت ظاهره غريبه جدا، ان الانتماءات بتظهر بشكل كبير جدا، يعني لدرجه ان معظمنا بيقفل الصوت بتاع التلفزيون ويتفرج على صوره. لكن الغريب مثلا وانا جاي دلوقتي كنت بتفرج بسمع على الراديو، طب اقفل صوت الراديو اعمل ايه بعد كده يعني؟ مش هتعرف تتفرج. فمشكله كبيره جدا. فانا اتمنى ان يكون في تعليمات واضحه ومشدده، ويكون في محاسبه، ويكون في وضوح جدا في هذه النقطه، حمايه منعا للتعصب كمان يعني. طبعا، لانه ده مهم جدا. اذا